معنا مباشرة الأستاذ أحمد بان الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. سيد أحمد أهلا بك، وهنا يعني اجتماعات حقيقة مهمة جدا لتشكيلة المجلس القومي لمواجهة الإرهابي والتطرف. الرحلة تبدأ هنا في هذا المجلس، تشكيلة مهمة جدا من فاروق جويدة كمفكر وشاعر، علي جمعة كرجل دين، هناك أيضا محمد صبحي كفنان مثلا. يعني كيف ترى هذه التشكيلة المهمة لمحاولة لوضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب في الفترة القادمة؟ يعني أتصور أن الدولة المصرية الآن بشكل واضح وعبر رأس الدولة وعبر هذا الاختيار وعبر هذه التنويعة من الشخصيات المتميزة في كافة المجالات وعبر اشتباك الأجهزة التنفيذية ممثلة في كل رأس السلطة التشريعية ورأس السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، سواء كانت وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام أو كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية المعنية بمكافحة الظاهرة، فضلا عن القوى الناعمة أو رموز القوى الناعمة المصرية، سواء كنا نتحدث عن فنان أو أديب أو خبرات أمنية وفكرية وخبرات دينية لها صلة ببناء خطاب ديني مستنير. كل هذه الخبرات ربما تؤشر إلى تعاطي مختلف مع ظاهرة الإرهاب وإلى تبني الدولة المصرية لرؤية ومقاربة شاملة عبر مجلس بهذا الحجم وبهذه التنويعة، ومعني ببناء رؤية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، وهو ما ننتظره في خطوات وبرامج واضحة ومحددة ستبدأ على الفور فور انتهاء هذا الاجتماع وبدء تشكيل اللجان النوعية المتخصصة المعنية بإنتاج هذه البرامج والأفكار. هنا أستاذ أحمد دائما نلقي العبء كله في مواجهة قوى التطرف والإرهاب والظلاميين على الناحية الدينية فقط، يعني أو نعطي لها الباع الطويل، وهنا يعتبر خطأ وأنت تعلم ذلك. إنما يجب أن كما قلنا تواجه يعني قوى التطرف بأكثر من مؤسسة. هل يحتاج إذن هنا مواجهة قوى التطرف إلى الخطاب الديني المعتدل بجانب وجود تشريعات تحد من الإرهاب؟ يعني تاريخيا نحن تعاملنا في مصر وفي عالمنا العربي والإسلامي مع ثلاث نسخ لما يسمى بالخطاب الديني. نسخة الخطاب الديني الرسمي الذي تبنته المؤسسة الدينية الرسمية، وربما هذا الخطاب رغم وسطيته ورغم اقترابه من مضامين وحقائق الدين إلا أنه لم يحظى بتسويق كافي ولم يحظى بدعم كافي، وربما ساهم التوظيف السياسي الضار عبر عصور سابقة في إضعاف تأثير هذا الخطاب الذي زاحمه خطاب آخر، وهو نستطيع أن نسميه خطاب المجموعات الحركية الذي أنتجته مجموعات مثل الإخوان والتيار السلفي والتيار الجهادي. هذا الخطاب الحركي الذي زاحم النسخة الرسمية أصبح مؤثرا في وعي شرائح متعددة بالشكل الذي يؤكد على وهنا الخطورة هنا الخطورة في هذه المواجهة كفاءته. الخطورة في المواجهة أستاذ أحمد، لأنك أنت تتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهو أنهم لديهم أيضا خطابهم ومفتيهم، فهنا في نفس الوقت كيف تصد هذه الخطابات التي قد في بعض الأحيان الكثيرة المواطن يقتنع بها؟ أتصور أن هذا المجلس وغيره من المؤسسات معني بتقوية المؤسسة الدينية الرسمية وجعلها أكثر رشاقة وأكثر قدرة على إنتاج خطاب عصري مسلح بأدوات العصر مشتبك مع حقائق الدين، قادر على أن يبقى على مسافة واحدة بين السلطة والمجتمع، يقدم خطاب الشارع الحكيم متحريا حقائق الدين دون أن يتورط في خطاب قد يسقط مصداقيته أو يضعف مصداقيته بالأحرى في نفوس الناس، وهو أمر يحتاج لا شك إلى جهد كبير في المرحلة القادمة. ولازلنا نعول على هذا المجلس وأمثاله في دفع قضية مواجهة التطرف والإرهاب قدما نحو النهوض بدور الدولة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة. هنا أستاذ أحمد، الإرهاب لم يصبح محليا فقط، لما انتقل إلى إرهاب إقليمي وعالمي يعني انتقل من الشرق الأوسط إلى أوروبا نتيجة أو تبعا لوجود يعني إرهابيين يعني في تنظيم داعش أوروبيين أو من أصول أوروبية. كيف يمكن إذا هنا التنسيق مع المجتمع الدولي
في إنشاء أو محاولة إنشاء يعني كيان إقليمي خاص فيما بين مصر والدول العربية والدولية أيضا لمواجهة قوى التطرف. أتصور أن إصرار بعض الدول على التعاطي مع هذه الظاهرة على نحو منفرد، وتورط بعض الدول في التعاطي مع الظاهرة باعتبارها ورقة من أوراق النفوذ الدولي وتحقيق مصالحها، يعني ألحق ضررا بالغا بمكافحة ومجابهة هذه الظاهرة، هذا الخطر المعولم الذي يجتاح العالم كله، لا يستثني إقليم دون إقليم أو يستثني دولة دون دولة، وبالتالي يستدعي مشاركة الأسرة الدولية والمجتمع الدولي في هذه المجابهة عبر مظلة الأمم المتحدة. وأتصور صحيح. أن الدولة المصرية قادرة على النهوض بهذا الدور وتسويق دور الدولة في مكافحة التطرف وبناء منظومة إقليمية تستدعي الدعم الدولي بالضرورة. هنا يعني أنت تعلم أنه هناك كيانات، منظمات مثلا وخاصة منظمات الدعوية في أوروبا، المنظمات المتطرفة المعروفة المشبوهة التي يعني تدعم الإرهاب في الدول الأوروبية. هنا بعض الدول وخاصة الدول العربية مؤخرا، مثلا الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية، البحرين، الإمارات، وضعت كيانات معينة وأشخاص على قائمة المطلوبين. هنا كيف يمكن هنا مشاركة المجتمع الدولي في هذا الأمر، وأيضا التحفظ على أموال هذه المؤسسات المشبوهة؟ للأسف الشديد لازلنا أمام حالة من حالات التباين في مكافحة هذه التنظيمات والحد من خطورتها ومطاردة عناصر تمويلها أو تكفيف منابعها المالية. الولايات المتحدة على سبيل المثال تملك من خلال وزارة الخزانة الأمريكية ومن خلال ما يسمى بغرفة المقاصة الدولية أن تراقب كل دولار أو كل تحويل يتم عبر العالم، سواء قام به فرد أو مؤسسة أو دولة، وتقدم بيان واضح بحجم هذا التمويل الذي يمر للتنظيمات المتطرفة بشكل عام دون استثناء. لكن حتى الآن لن تقدم الولايات المتحدة هذا الدعم بشكل واضح، ولا زالت هذه الدول تقوم بجهد ذاتي في محاصرة الأفراد والتنظيمات ومطاردة عمليات التمويل، وهو ما يستدعي لا شك مقاربة دولية وتنسيق دولي مع أعضاء الأسرة الدولية لوضع الترتيبات القانونية والإجرائية لمكافحة الظاهرة. هنا يعني يأخذنا الحديث حول يعني مصر كمصر وهذا المجلس الذي أنشئ في مصر وأهميته أيضا في مواجهة التطرف وقوى الإرهاب، يأخذنا إلى مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا سيد أحمد، وتحدث فيه الرئيس عن نقطة مهمة جدا، وهو ضرورة مواجهة يعني أو تدعيم فوبيا إسقاط الدولة من خلال هؤلاء الإرهابيين. هنا كيف يمكن أن يكون لرجل الشارع المواطن العادي الإعلام أيضا دور في تغذية هذا المفهوم لمواجهة قوى التطرف، بمعنى أن يكون كل فرد مصري هنا أو مواطن بسيط له دور في هذه المواجهة الإسباقية؟ يعني لكي تعبئ أفراد الشعب في هذه المواجهة لابد أن تتسلح بأدوات التعبئة الصحيحة، وأدوات التعبئة الصحيحة الأكثر رشاقة الأكثر قدرة على التأثير في المجتمع، القادرة على إنتاج خطاب قوي ومؤثر يعتمد المعلومات، يعتمد التحليل الدقيق العلمي، وهذا لا يتأتى إلا في ظل منظومة ذكية سواء في الإعلام أو الثقافة أو التعليم، وهو ما استدعى بالضرورة صحيح. إشراك وزراء هذه المنظومات سواء التعليم، يمكن ركزت عليه استاذ احمد، التعليم مهم جدا، يعني التعليم مهم لانك انت تاخذ النشء منذ الصغر، تربيه وتغذيه على كيف يمكن ان يكون معتدلا ويواجه التطرف ايضا. التعليم لا شك هو حجر الزاوية في هذه المواجهة، بناء عقلية نقدية قادرة على التفكيك والتحليل، لا تقبل هذا الخطاب المتطرف ولا تتشربه ولا تتبناه، وتكون قادرة على تفكيكه بشكل واضح ولا تتعاطى مع خطاباته المختلفة، هذا أمر مهم. الإعلام هو الأداة الرئيسية الآن في فكرة تعبئة الرأي العام في هذه المواجهة صحيح. وإشراك الرأي العام أو إشراك المجتمع في هذه الحرب التي لا زالت الأجهزة الأمنية تخوضها
بمفردها عارية من أي دعم، سواء من مؤسسات الثقافة أو الإعلام أو التعليم أو أي مؤسسات تملك أن تنتج مواد المواجهة الناعمة أو القوى الناعمة التي هي سلاح رئيس في صحيح. هذه المعركة، ولم يستخدم حتى الآن، وتراجع استخدامه بفعل تراجع قوة مصر الناعمة خلال السنوات السابقة. يعني هي حقيقة تحدثت عن موضوع مهم جدا، وحاولنا أن نلقي الضوء حول هذا الموضوع المهم، واجهة قوة التطرف والإرهاب ليس فقط من خلال المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر، لكن أيضا بالشراكة الدولية. مصر يعني هي فعلا حقيقة سيد أحمد التي وضعت اللبنة، التي وضعت الإشارة، وضعت الضوء حول هذه حول الإرهاب وقوة التطرف. والآن لابد أن يستمع المجتمع الدولي ككل إلى صوت مصر. أشكرك إذن السيد أحمد بان، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معي مباشرة.